السلام عليكم. داي في هذا الفيديو ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد المؤشر جديد يعني بخصوص مجال فوركس. الناس اللي متابعين الحلقه ديال فوركس بغاو يتعلموا كيفاش يداولوا كيفاش يعني يقوم بالدخول يعني في الفوركس يعني ويتعلم كيفاش يداول يتعلم كيفاش يدير التحليل الفني الخاص به. فكل هذا غنتحدثوا عليه في هذا الفيديو، يعني غنتحدثوا فقط على مؤشر الاسي اي، بينما في الفيديوهات اللي غنقدمها لكم في الفيديوهات الجايه غادي نقدم لكم المؤشرات الاخرين اللي يمكن لكم انك تعتمد عليها. انت كيبقى الاختيار ديالك التحليل الفني باي مؤشر بغيتي تخدم. كاين مؤشرات اللي يمكن لك تخدم بها تكون سهله، وكاين مؤشرات اللي ما نقولش على ان هي من ناحيه صعيبه، كاين مؤشرات صعيبه وعلى حسب الخدمه اللي غادي يمكن لك انك تستخدمها. فما كاينش مؤشر نقول على انه مؤشر صعيب يمكن لك تخدم عليه، ما مؤشر ان فوا تفهمه وتبدا تخدم عليه ديما غيولي يجيك مؤشر سهل، ما تبقاش تحس بالصعوبه ديالو. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على يعني المؤشر ديال اليوم هو مؤشر الاي سي اي، وهو ما يمكنش لينا كيف ما تحدثنا في الفيديو السابق، مؤشر ما يمكنش لينا اننا نستخدموه يعني بوحده، يمكن لينا نستعمله مع مؤشر اخر. فهذا المؤشر هذا كيستعملوا محللين فنيين كبار، من خلاله يمكن لك انك تعمل على هذا المؤشر هذا وتستفيد منه من معرفه يعني السوق، يعني اذا كان طالع او كان هابط. والنصائح اللي نقدمها لكم في هذا الفيديو هذا، كل هذا الشيء هذا غادي تشوفوا معنا في هذا الفيديو، وغتشوفوا معنا كذلك يعني طريقه التحليل في الفيديوهات القادمه، كيفاش يمكن لنا اننا ندمجوا ما بين مؤشرين، وكيفاش يمكن لنا اننا نستافدوا من هاد المؤشرين. فكل هذا الشيء واكثر غادي نشاهدوه يعني في هذا الدور هذا وفي هذا الكورس هذا. ما تشوفوش بعيد، بقاو معنا في هذا الفيديو باش تعرفوا شنو هو هذا الـ LCE وكيفاش يمكن لك انك تخدم على هذا المؤشر. رجعنا لكم مرة أخرى في قناة سمو برو. فبالنسبة لهذا الفيديو هذا وبالنسبة للحلقة هذه غادي نشرح فيها مؤشر آخر، ولي سبقنا أننا شرحنا في المؤشر السابق وهو مؤشر الموفينغ افريج. في هذه الحلقة هذه غادي نشرح لكم مؤشر الـ LCE. فإضافة لهذا المؤشر هذا واللي من خلاله أنه يساعدنا بشكل كبير في معرفة الاتجاه ديال السوق كيفما ذكرت لكم في هذه المقدمة ديال الفيديو. فكل ما عليك الإضافة هي أن تذهب إلى أنسات أو الأنسغي في هذا المكان، تمشي إلى الإنديكاتور، تمشي إلى الأوسكيلاتور في هذه البلاصة هذه، وتمشي إلى غولاتيف أندكس في هذه البلاصة، أو تضغط على هذا الخيار هذا. من بعد ما تضغط عليه سوف تظهر معك هذه الواجهة بهذا الشكل، تختار هنا في البيريود 14، دائما أنصح بالضغط على أو باختيار 14 في البيريود. وبالنسبة لهذه الإعدادات هذه يجب عليك أن تقوم تغييرها بحيث أنك تقوم بإضافة يعني مستوى 30 أو هذا. تجد يعني أنت عندما تفتح هذه النافذة سوف تجد فقط المستوى 70 والمستوى 50، فتقوم بإضافة المستوى 30 مستوى 20، يعني فقط إضافته بطريقة سهلة جدا. تضغط هنا على أجوتي، تمشي هنا تكتب مثلا مستوى 80، يعني أنا سبق وأن كتبته، ثم تبقى تضغط بهذا الشكل، وحينها سوف يتم إنشاء لك هذا المستوى. أنا منشأ لدي مستوى 80، أنشأت كذلك مستوى 50، أنشأت كذلك المستوى 30، وأنشأت يعني 30 و20 و80. أوكي، بعد أن تقوم بهذه العملية تختار هنا اللون الذي تريد أن تظهر به هذه الخطوط، وتختار هنا الضغط على أوكي. بعد أن تقوم بالضغط على أوكي سوف نغير إلى الفور أور في هذا المكان، بحيث أننا نعرف اتجاه السوق. فطريقة العمل بهذا الـ يعني هذا الانديكاتور هي طريقة سهلة جدا. فكما ترى أن هذا الانديكاتور لا يتم رسمه على الشارت، بل يتم تقسيم الشارت إلى نصفين، ويتم إنشاء لك يعني شارت آخر بحيث أنه يريك اتجاه السوق، يعني أين يذهب، يعني سواء صاعد أو سواء يعني هذا الشارت أو سواء هذا يعني هذه العملة أو هذا الزوج سواء سوف يصعد أو سوف ينزل، يعني على حسب الشارت وعلى حسب الدراسة التي سوف نتحدث عنها في هذا الفيديو بالطبع. أوكي، فطريقة العمل هي طريقة سهلة وبسيطة جدا، فقط كل ما عليك أن تقوم بمشاهدة هذا المستوى ما بين المستوى 80 وما بين المستوى 70. فهناك بعض الأشخاص الذين يعطونك إعدادات، أوكي يعطونك إعدادات فقط، ما يعطيك إعدادات يعني 70 ويعطيك إعدادات 30،
اوكي، لا يعطيك اعدادات للعشرين واعدادات الثمانون. فيقول لك اي شخص سوف يقوم باعطائك هذه الاعدادات، سوف يقول لك بمباشره بعد ان يقوم هذا السعر يعني بالتشبع في السبعون، سوف تقوم ببيع. يعني هذا شيء خاطئ لانه ممكن ان يصل الى الثمانون، فكما تشاهد معي يعني كما تشاهد معي هنا، فهذا المستوى وصل الى الثمانون، وانصح عندما يصل الى المستوى الثمانون حينها تقوم بالبيع. يعني انت تقول على انه ما بين السبعون والثمانون ليس ب يعني ليس بالنقاط الكثيرة، بل هناك نقاط كثيرة يمكن لك او حتى يمكن حسابك ان يتمازن بسبب هذه النقاط الموجودة في هذا المكان. لهذا دائما أفضل أن تكون السعر يعني في الثمانون حينها تقوم بالبيع، يعني عندما يكون السعر ما بين السبعون والثمانون أي يكون قريب جدا أو حتى لمس الخط الثمانون حينها قم بعملية البيع. يعني هذا يسمى بالتشبع، يعني عندما تقوم بالوصول إلى الثمانون تقوم أنت بالبيع لأنه سوف ينزل السعر، وسنشاهد كذلك أمثلة بخصوص هذا الموضوع. اوكي، كذلك يعني نفس الشكل بالنسبة لهذا المكان، عندما يصل السعر يعني ما بين يعني 30 الى 20، يعني عندما تقريبا عندما يلمس او يقترب من ان يلمس يعني ال 20، فسوف تجده على ان هذا السعر سوف يصعد بالطبع. اوكي، سنشاهد كذلك امثلة بخصوص هذا الموضوع. اوكي، سوف أتوقف أوكي على الإنترنت، سوف أوقفها حتى أرجع بالشاط بدون أي مشاكل. أوكي، كما تشاهد معي الآن هذه بعض الأمثلة التي سوف نتحدث عنها. هذا المستوى اقترب أو وصل إلى مستوى 30 وحينها سوف حينها صعد. أوكي، هنا كذلك هذا وصل إلى هذه المستوى أي المستوى 80 وحينها بدأ السعر في النزول. كذلك هنا في هذا المكان لمس لمس يعني الخط الثمانون وحينها بدأ ينزل. اوكي، كذلك هنا يعني بدأ ينزل في هذا المكان، واظن على انه الان يعني السعر هو في تذبذب، ولا انصح الان بالدخول في البوند دولار. اوكي، يمكن ان تستعمل هذا الشارت يعني في الديلي او حتى في الوان اور او حتى في الفور اور. اوكي، انا شخصيا احب ان استعمله في الفور اور. اوكي، سنشاهد كذلك بعض الامثله كما ذكرت لك. هذا المكان يعني هذا السعر ضرب في خط العشرين في هذا المكان وصعد، يعني قام بعمليه الصعود بشكل كبير جدا. كذلك هنا يعني عندما سوف تجد هنا بعض النقاط، يعني هذا المكان ضرب في الخط الثلاثون وبدأ في الصعود، يعني عندما اوكي هنا يعني فات الخط يعني تخطى الخط العشرين وقام كذلك بعملية الصعود. يعني دائما هذه العملية، يعني هذه كما قلت لك في البداية، لا يمكن أن تبني شارت أو لا يمكن أن تبني يعني التحليل الخاص بك على شارت واحد أو على مؤشر واحد، بل يجب عليك أنت على الأقل أن تستعمل مؤشرين حتى تتأكد من اتجاه السوق سواء كان صاعدا أو سواء كان في عملية النزول. أوكي، كذلك في هذا المكان تشاهد معي هنا، يعني أي مكان يعني أي مكان يضرب في 30 إلا وتجد على أن السعر سوف يصعد بعد ذلك، أو العكس عندما يضرب يعني فوق 70 أو فوق 80 كما تشاهد معي في هذا المكان بدأ السعر ينزل، وكذلك في هذا المكان. هذه الاستراتيجية هي غالب المحللين يستخدمونها أو يستخدمون هذا الشارت بحيث أنه يساعدهم بشكل كبير جدا في معرفة اتجاه السوق سواء كان صاعد او حتى كان في عملية يعني في عملية البيع. اوكي، ممكن ان تعمل على هذا الشارت باستخدام يعني او يمكن تعمل هذا المؤشر باستخدام يعني مؤشر الموفينج افريج الذي سبق وان تحدثنا عنه، في يعني يمكن ان تقوم بدمجهما بحيث انك تقوم بالعمل عليهما، يعني بحيث انك تقوم بدراسة للسوق. فليس فقط على البوند او الدولار، فيمكن ان اقوم مثلا بان اشاهد يعني الاورو دولار. اوكي، اسف. اوكي، سنشاهده على البوند دولار. اوكي، انسري.
يعني عندما تقوم بالدخول إليه دائما، عندما تقوم بالدخول مثلا إلى الآسي أو إلى الموفينج أفريج أو أي شيء، فسوف تجدني مباشرة في هذا المكان. لا تقوم يعني مباشرة بالدخول إلى الأوسكيلاتور في هذا المكان وتقوم باختياره. يتم اختصار لك الروابط من خلال هذا المربع الموجود بهذا المكان. أوكي، سأذهب إلى الآسي إيه، ثم سأذهب إلى أوكي لأشاهد هل هناك أي عملية يمكن أن أقوم بها في حاليا. فسأذهب إلى الفور أور وسوف أنتظر. يعني هنا لا يمكن لي أن أقوم بالدخول لأن السعر ليس مضمون 100%، ليس مضمون العملية، يعني ليس مضمون على أنه تشبع يعني الشراء الآن. فيمكن لي أن أقوم بالانتظار إلى أن أعرف يعني هذا المؤشر أو هذا الزوج يعني سوف يستمر في الصعود أو سوف يقوم بالنزول. أوكي، سأقوم بالرجوع قليلا إلى الوراء بحيث أنني أرى عملية إني قمت شاهد معي الآن هنا. هذه الآن يمكن لي أن أقوم بأشياء من هذا المكان. فعندما يضرب يعني في 30 أو أفضل أن يكون المؤشر أو يكون المؤشر قد وصل إلى 20، السعر قد وصل إلى 20، حينها أقوم بعملية الشراء بحيث أنها تكون العملية مضمونة. لكن كما قلت لك دائما حاول أن تقوم بمراجعة والتأكد من اتجاه السوق باستخدام مؤشر آخر. وإن شاء الله سوف نقوم باستعمال بعض المؤشرات الأخرى التي سوف نقوم بالتركيز عليها في الفيديوهات القادمة. فكما تشاهد معي الآن، هذه السعر الآن ضرب في 20 وبدأ في عملية الصعود كما تشاهد معي الآن في هذا المكان. فعلى العموم هذا كل شيء يعني في هذه الحلقة. أتمنى يكون أن تكون فكرة هذا المؤشر وطريقة عمل هذا المؤشر قد وصلت لك. فإن شاء الله سوف نقوم بالتحدث والعمل على مؤشرات أخرى، سوف نقوم بشرحها لكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. في حال كنت تريد متابعتنا، كل ما عليك فقط أن تقوم بالضغط على اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل الوصول للتوصل دائما بجديد القناة. كان معك خالد سمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.